وانه في رساله من وجود انطوني تنبشر، نبشر نقول انه ربنا ما تركنا مهما كانت الصعوبات كبيره علينا، ربنا حبنا. من وقت ما قبلت رب نعمني لانه اعطاني نعمه. انا ما كنت عارف نعمه بالاول، بس بعدين انه عرفت انه هو اعطاني نعمه، اعطاني كل محبته، اعطاني اياها تا انا احبه من خلال انطون. شوف الله قديش حبني. العالم بتجي بتقول لي مصيبه وبيقول لي واحد بيقول لي بكهرب، بس حدا يقول لي هيك اعطاني نعمه، نعمه من عند ربنا من فوق. شوف شو هالمحبه العظيمه، جايين نخدمه، بدنا نخدمه، نحن بدنا نخدم ربنا. نحن مره بيجي بحكي انا قدام ناس انه نحن لازم نخدم، نحن هدفنا البشر نخدم ربنا. كان انطوني صغير ظهره هو العالم، بيجي انطوني بيقول لي بيي انت عم بتقول بدنا نخدم، انت بايدين واجرين بتخدم، انا بلا ايدين واجرين كيف بخدم؟ قلت له ليك انت بس تكتب على اللوح الاسود، تكتب طبشوره بيضه ولا بطبشوره سوداء؟ قال لي بطبشوره بيضه. قلت له الولد بيجي من رجال ورجال ولا من رجال ومره؟ قال لي من رجال ومره. قلت له البطاريه بتمشي بول بوزيتيف بول نيجاتيف ولا بول بوزيتيف بول بوزيتيف؟ قال لا بول بوزيتيف بول نيجاتيف. قلت له الخدمه بدها اثنين، بدها خادم وبدها مخدوم، انت مخدوم وانا الخادم واثنيناتنا سوا عم نكمل الخدمه. انا بليك ما بقدر اعمل خدمه، هالمره انت مخدوم، جاي وقت تصير انت خادم وانا مخدوم وبعدنا بنكمل الخدمه. ميشيل انت واسمى بكامل صحتك الله يعطيكم العمر والحياه الصحيحه والعافيه والصحية. بعد عمر طويل بس تموتوا بتفكر بينك وبين حالك بتقول إنه ريتا وجو أندرو they're doing fine، جوزوا يمكن عندهم حياته ويمكن أنطوني يتجوز، بس مسؤولية أنطوني حالة خاصة لمين؟ أنا يمكن موت، ربنا ما راح يموت. صح، في عنده بيت تاني أبانا الذي في السماوات، ما في مشكلة. أوكي ميشيل، خبرني لما كنت رايح أنت وأنطوني تجيبوا له جاتو بعيد ميلاده، لأن هو ما بيعرف القصة وكان كتير صغير، شو سألك شو جاوبته؟ كان عمره 3 سنين اكزاكتلي على القد، كان عيد ميلاده، كان عيد ميلاده، كنا رايحين نجيب جاتو لأن كان عيد ميلاده. يعني بيقول لي بي بدي أسألك سؤال، أنا رح يرجعوا يطولوا إيدي وإجري؟ سؤال حساس جدا وكتير صعب. بوقف السيارة على جنب، بطفي العربية، قلت له طلع فيي منيح. قال لك بدهم يطولوا إيدي وإجري؟ إيه. وقفت العربية على جنب طفيتها، قلت له طلع فيي منيح. أنا ما بكذب عليك ولا رح كذب عليك بالمستقبل، إيديك وإجريك ما رح يطولوا، بس بدك تعرف شغلة كتير منيحة، كل العالم عندهم إيدتين وإجرتين، أنت رح يكون عندك 6000 إيد و6000 إجر، لأن أنا إيدك وإجريك، أمك إيدك وإجريك، أختك إيدك وإجريك، وكل شخص رح يحبك ويتعرف عليك بهالدنيا رح يكونوا إيدك وإجريك. أنت عندك إيدين وإجرين أكتر من كل الناس، شماخ بالعالي وقف ما يهمك امشي، لأنه ما في شيء رح يوقفك بالدنيا.